للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة رجاء اليوسف، نائب رئيس لجنة إدارة مركز أمراض الدم الوراثية مجمع السلمانية الطبي. نرحب بك دكتورة رجاء في نشرة ثالثة، وبمناسبة هذا اليوم، ما هي الجهود التي حققتها مملكة البحرين تجاه مرضى السكلر؟ مرحبا. طبعا بداية نود أن احنا نهنئ مرضى فقر الدم المنجلي بتخصيص يوم عالمي لهي المرض، لتسليط الضوء على المرض ومستجداته والتحديات اللي عليه، فنهنيهم بهاليوم. أحب أني أأكد بأن الرعاية الصحية وبتوجيهات من حكومة البحرين منذ بداية الثمانينيات وتحديدا في 1984، قامت الحكومة الموقرة بتبني ملف فقر الدم المنجلي السكلر وخطة وطنية شاملة لبناء أسس للوقاية من انتشار المرض بالمملكة، وتوفير خطط علاجية كون هاي المرض من الأمراض الأكثر انتشارا بالمنطقة، حيث تم إنشاء وحدة أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي وإطلاق برنامج مكافحة الأمراض الوراثية، ومن ضمنها إطلاق برنامج فحص ما قبل الزواج للحد من الزيادة في عدد الحالات المصابة بالمرض. وقد شمل هاي الفترة بناء قاعدة بيانات لحصر عدد المواليد المصابين بالمرض من خلال برنامج فحص المواليد. نعم. ونجحت مملكة البحرين في تخفيض نسبة المواليد الجدد المصابين بمرض فقر الدم المنجلي إلى 2% سنويا فقط، وانخفاض مستوى ومؤشر الوفيات بسبب هاي المرض بنسبة 43% في متوسط الخمس سنوات الماضية مقارنة بالخمس السنوات السابقة لها. في 2012 قمنا بإنشاء أول عيادة لعلاج الأمراض المزمنة، وبعدها في 2013 تم توفير منصة إلكترونية بمثابة الخط الساخن للرد على جميع استفسارات المرضى عبر تطبيق الواتساب، وفي هاي الإطار تم استقبال أكثر من 500,000 رسالة واستفسار عبر تطبيق الواتساب منذ البدء بالعمل بهاي البرنامج خلال السنوات الماضية. أما في عام 2014 فدشنا مركز أمراض الدم الوراثية ليكون أول مركز متكامل لعلاج مرضى السكتر في مبنى مخصص بحد ذاته لهاي الفئة من المرضى فقط، ووضع برنامج تبادل خبرات مستمر مع خبراء عالميين في علاج مثل هاي الحالات. على سبيل المثال تبادل الخبرات مع فريق كينغز كوليدج لندن بالمملكة المتحدة ومستشفى جون هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استقطاب العديد من الخبرات ضمن برنامج الطبيب الزائر المعمول به بمجمع السلمانية الطبي، وبالأخص في مركز أمراض الدم الوراثية. وأيضا من أبرز التطورات العلاجية عملية نقل واستبدال الدم الدوري لمرضى السكلر، حيث تم تحقيق نسبة 300% زيادة في عملية نقل الدم الدوري مقارنة بالنظام المعمول به، وهو النظام السابق اللي هو النظام اليدوي. كما تم توفير دواء الهيدروكسيوريا منذ عام 1997، وتنفيذا للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تم توفير دواء الأدفكيو وهو دواء جديد في عام 2021 لعلاج مرضى السكلر، وتعتبر مملكة البحرين أول دولة تسجل وتعتمد هذا الدواء بعد الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير من العام 2020. نعم. أيضا تم إنشاء عيادة شاملة متعددة التخصصات، وتعتبر عيادة فريدة من نوعها لأنها تشتغل بأسلوب مغاير للتقديم التقليدي للرعاية الصحية، بحيث أن المريض بحجز موعد واحد فقط يمر على 10 أخصائيين كأنما 10 عيادات في عيادة واحدة. هاي تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لمرضى فقر الدم المنجلي. وطبعا استحدثنا أيضا نظام التطبيب عن بعد، مما أتاح توفير الجهد والعناء للمرضى ومدة الانتظار. الدكتورة رجاء اليوسف، نائب رئيس لجنة إدارة مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي، شكرا جزيلا لك.